فهل تسمى هذه بلاد إسلامية وحكومة إسلامية وسلطان إسلامي؟ كيف نقبل بهذا؟ كيف يحسب هذا على الإسلام؟ كيف تشرع عن المنكرات؟ من هنا نقول هذا أحد الشواهد التي تؤكد الفرق بين منهج الصحابة بين منهج الخلافة الخليفة الأول والثاني وبين منهج الدولة الأموية وما خطه المنهج الأموي إلى أن استمر للعباسي وما بعده من حكومات. لو سميت بمسمياتها الحكومة الدولة السلطة الأموية والسلطة العباسية والسلطة الأيوبية والسلطة الزنكية وما يرجع إلى هذا، ولا يضاف إليها عنوان أيضا والسلطة الفاطمية، ولا يضاف إليها عنوان الإسلامية، لأن هذا شين على الإسلام، هذه فضيحة على الإسلام، هذه مثلبة على الإسلام. بلاد تباع فيها الخمور ويشرع فيها بيع الخمور وارتكاب المحرمات، كيف تسمى بالإسلامية؟ فإذا كانت الدولة كما في المصطلح الحديث علمانية، فما يصدر من منكرات لا تسجل على الإسلام، لا تسجل على الدين، لا تسجل على القرآن، لا تسجل على النبي الأمين، لا تسجل على الأئمة الصالحين. فمن الخطأ الجسيم الفادح القاتل أن تسمى الدول التي تسير في مسلك الخط العلماني كما يسمى في المصطلح الحديث التي تبيح المحرمات والمنكرات، من الخطأ أن تسمى بالدول الإسلامية. هذا ما نعتقد به، وهذا ما ننصح به، وهذا ما نعتقد بخطره.